واحنا معانا طبعا الكابتن احمد ناجي على التليفون. كابتن احمد ناجي مساء الخير. عشان تقفل يا كابتن احمد. ايوه مساء الخير. مساء الفل يا نوش، عامل ايه يا كابتن؟ وحشنا. صوتك مزقطط. الحمد لله صوتك مزقطط، لان احنا عارفين ان كان يعني نقدر نقول مبروك. طبعا كان مباراه ماراثونيه، واعتقد نادي سموحه كان في حاجه شديده جدا جدا للمباراه ديت، وعمل مباراه اعتقد مباراه كبيره قدام نادي الزمالك وكان ند، وقدر طبعا يخرج بنقطه غاليه جدا، وخاصه طبعا مع جهاز فني جديد. ف اشرح لنا النهارده المباراه، وقول لنا يا كابتن احساسك ايه بعد المباراه. الحاجه الحلوه قوي قوي ان انت تبقى خسران 3-1 وما تفقدش الامل. صحيح. وتشتغل الشغل المتفق عليه من الكابتن احمد سامي، وتشتغل عادي ويبقى في عندك ثبات، وترجع في المباراه مع فرقه كبيره زي نادي الزمالك 3-3، فهو ده المكسب الكبير يعني. طبيعي نتيجة 3-3 الناس تعادل هي نقطة، لكن زي انت ما بتقول النقطة والأهم ان كمان انك بترجع للمباراة، انك كتير جدا من الفرق ممكن بتلعب قدام فرق كبيرة زي الأهلي والزمالك بيكون فارق جونين، فالموضوع بيبقى خلاص من الصعب تعويض، لكن دي كمان بتزود الحالة المعنوية، بتزود الثقة. هو ده طبعا اللي احنا حتى كجهاز اتكلمنا فيه بعد المباراه، وهنبني عليه من ناحيه النفسيه والمعنويه. طبعا دي حاجه مهمه جدا جدا يعني. ده مهم جدا طبعا، ويعني بنقول للكابتن احمد سامي مبروك طبعا. هي بالنسبه له طبعا اعتقد كانت مباراه كمان مهمه جدا، ان هو يمكن بعد يعني اتكلمنا عن شكل الانتقال من نادي لنادي، واتكلمنا على بعض الانتقادات، لكن ده لازم يعني لازم يتم، وده دورنا كاعلام ان احنا كمان نشوف الحاجات السلبيه ونتكلم عليها، لكن لما بنشوف حاجات ايجابيه اعتقد النهارده مباراه يعني على المستوى الفني مباراه جيده جدا، زي ما بقول على المستوى النتيجه مباراه جيده مع فريق طبعا كبير زي نادي الزمالك بتعادل 3-3، وعلى المستوى المعنوي زي ما قلت يا كابتن احمد ان كمان بتدي بوش وبتدي دفعه للفتره اللي جايه. ان شاء الله وكابتن سامي هيبني عليه، ان احنا محتاجين دفعه معنويه تشدنا شويه وتخلي الولاد في معدلات الثقه تزيد. وبمناسبه احمد سامي، واحمد سامي ما عملش عقد خالص مع نادي طنطا على فكره، يعني انا عشان قعدت معاه اليومين اللي فاتوا عرفت ان هو ما عملش عقد مع نادي طنطا وما خدش حاجه من نادي. لا احنا عارفين. صحيح ده احنا قلناه هنا يا كابتن. بعد مباراة الانتاج ان هو معتزل يعني. احنا قلنا هنا الكلام ده يا كابتن فعلا. لا احنا قلنا كمان هنا الكلام دوت، ان هو ما كانش يعني حتى اتفق مع طنطا ما خدش فلوس من نادي طنطا، وما رضاش ياخد فلوس يمكن لاسباب، ممكن هو كان يعني كان ممكن على اتصال بالمهندس فرج عامل، لكن احنا بره الحاجات الاداريه اللي انا من وجهه نظر شايفها انها سلبيه، وهفضل اقول انها سلبيه ما فيش اي مشكله، لكن لما يكون في حاجه ايجابيه على المستوى الفني لازم نقولها. مبروك يا كابتن احمد، وان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق يا كابتن، ويعني من انتصار لانتصار ان شاء الله باذن الله. يا رب. شكرا يا كابتن احمد، شكرا.